السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة السومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في اعداد سلو او صفوف بطريقة مبسطة ومختصرة. كيجي لذيذ وزوين، من الاهم ما كيجيش مزيز كما كتشوفوا. خليكم معايا شوفوا المكونات وطريقة التحضير. كنتمنى ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب الى عجبكم الفيديو. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو، انا عندي كل المكونات حمرتهم في الفران، يعني كل شيء درته في الفران حمرته. يمكن لكم تحمروهم في الفران او في المقله، ماشي مشكل، او الكوكوط بحال. انا كنفضل الفران حيت كيسربي شويه. ودابا غادي نوريكم حاجه بحاجه باش ما تلفوش. هنا غنحتاجو كيلو وربع ديال الفورص الدقيق الابيض، كتحمروه في الفران او في المقله مع التقليب المستمر، يعني كتبقاو تحركوه مره. انا كنديرو في الفران، كنبقى كل ربع ساعه كنجي كنحركو حتى كيولي لونو ذهب. صافي كنطفي عليه، ما تخليوش حتى يولي مارو، لان الا ولا مارو كيعطينا المروره في السلو. وهنا عندي رابع ديال الشوفان، حتى هو حمرته في الفران، حتى هو ولا لونو ذهب بهذا الشكل، وطحنته كما كتشوفوا ولا بحال دقيق. وهنا عندي الزنجلان غسلته وخليته حتى ينشف مزيان. ملي ينشف حمرته حتى هو في الفران. بعد ما حمرته طحنته مزيان، نيلته، يعني خليته ولا بحال بخاليني. هنا استعملت كيلو ديال الزنجلان، وغادي تنقص منه واحد رابعه ديال الزنجلان تخليه صين باش غادي تسوقوا به سلو، باش ما يجيكمش السلو كله مطحون. انا كنفضلو يكون كله مطحون، ما درتش ما نقصتش منه رابعه حيت ما كيعجبنيش المذاق ديال الزنجلان، وكيبقى لكم اختيار. طبعا هنا عندي الكاوكاو، عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، حتى هو حمرته خليته هكا بقشوره وطحنته بقشوره، ما كيبقاوش باينين نهائيا وكيبقى فيه المذاق زوين. طحنته حتى هو على شكل بخاليني، كنحاول نطحنهم هكا باش نخرج منهم الزيت بلا ما نضيف انا الزيت من عندي، يعني كيجي سلو حسن الى خرجنا من المكونات اللي غنستعملو نخرجو منهم الزيوت احسن ما غادي نضيفو حنا ديك الزيت، وكيجينا مزيز بزاف وكيدير الحرقه. وهنا عندي قرفه ومسكه حره غنطحنها، وحبه حلاوه ونافع حمرتهم شويه وطحنتهم كذلك وغربلتهم. غادي ناخذ منهم ثلاثه المعالق كبار. وهنا عندي اللوز، بعد ما قشرته يعني وضعت فيه شويه ديال الماء سخون وقشرته وحمرته كذلك في الفرن. يمكن لكم تقليوه. اللوز الواحد هو اللي خليته مهرمش، يعني هو الواحد اللي غادي نخليه في سلو يبقى مهرمش. وباش يجيكم سلو ساهل، الحاجه اللي وجدتوها كتحطوها هكا في اتساع يعني على الجانب، حتى كتوجدوا كل المكونات عاد كنخلطوهم. غنخلي لكم كل المكونات مكتوبه بوضوح اسفل الفيديو. هنا ناخذ شي بانيو يكون كبير او قصريه كبيره، غنوضعوا فيها الدقيق، ثم غادي نضيف الملح مع مسكه حره والشوفان، يعني غادي نضيفوا النواشف. بالنسبه للمسكه حره غادي نضيف واحد سبعه الحبات تقريبا مطحونين، وغادي نخلطوا كل هاد النواشف بهذا الشكل. بعد ما خلطناهم جيدا غادي نضيف واحد ثلاثه المعالق ديال حبه حلاوه، ثلاثه المعالق يكونوا عامرين، وغادي نغربلوهم، يكونوا مغربلين قبل وغادي نعاودوا نغربلوهم. وغنضيف عليهم ثلاثه المعالق ديال النافع، حتى هما ثلاثه المعالق كبار عامرين، وغنغربلهم. ثم غادي نضيف معلقه ديال القرفه او جوج معالق، يعني كيبقى حسب الرغبه ديالكم. وغادي نخلط المكونات مره اخرى. والان غادي نضيف عليهم اللوز اللي هرمشته، يعني اللوز مهرمش ماشي مطحون. يمكن لكم تستعملوا في بلاصه اللوز كاوكاو، ماشي مشكل. بعد ما خلطنا كل النواشف جيدا، دابا غادي نضيف الكاوكاو اللي طحنا على شكل بخاليني، وغادي نضيف الزنجلان ايضا، وغادي نمايكوهم مزيان بايدينا. بالنسبه اللي عندها العجانه، من الاحسن تستعمل العجانه لانها كتسهل وكتختصر الوقت.
انا غادي نقسمهم، نقسم المكونات على جوج وغادي نخلطهم في العجانه كما كتشوفوا بهذا الشكل، وغادي نرجعهم للبانيو وغادي نكمل باقي المكونات. انا هنا غادي نضيف كاس ديال العسل، من الاحسن ضيفوا كاس ديال العسل الحر اذا كان متواجد، ما متوفرش ضيفوا عسل عادي. غتضيفوا غير واحد شويه وغتضيفوه. وهنا غادي نضيف 400 غرام ديال الزبده مذوبه، ونحيدوا منها داك الحليب ديالها، يعني نخليوها تغلى فوق البوطه مهيله، وفي ما يطلع لينا هذيك الرغوه اللي كتطلع كنزولوها. وعاد في الاخير غادي نضيف عليهم كاس ديال الزيت، الزيت من الاحسن استعملوا زيت مزيانه ويلور، واللي بغى يدير زيت العود ممكن، انا ما كنفضلهاش حيت كتكون مجهده في سلو. كما قلت لكم 400 غرام ديال الزبده مع كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت ضروري باش ما ينشفش لينا سلو، حيت الزبده كتنشف مع الوقت، ولكن كيبقى المذاق ديالها زوين وكيبقى سلو مجموع. بالنسبه للحلاوه كتبقى حسب الذوق، الا ما كفاكمش داك الكاس ديال العسل ممكن تكملوا بالسكر كلاصي، او ممكن تضيفوا تزيدوا واحد نص كاس او كاس، يعني حسب الذوق ديالكم كتبقاو تزيدوا وتذوقوا. وفي الاخير كنشدوا دوك المكونات كنعجنوهم مزيان باش نخرجوا كل الزيوت اللي في المكونات، باش هكا سلو يولينا معلق كما شفتوا. انا راه استخدمت العجانه اللي ما قاد على تماره تستعمل العجانه، وكيولي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كيجي معلق وزوين وما كثيراش فيه الزيت كما قلت لكم. ولانني طحنت المكونات على شكل بخاليني حتى هو خلى سلو يجي معلق بلا ما نضيف بزاف ديال الزيت. كما كتعرفوا سلو راه كيستعملوا فيه الزيت كثيره، انا استعملت غير داك الكويس فقط. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، شكرا على المتابعه، الى اللقاء في امان الله.